في اليوم العالمي لحماية خصوصية البيانات، تعود هذه القضية إلى الواجهة مع تعدد الأساليب لاختراق المعلومات، وتكثر الدعوات إلى ضرورة التنبه لهذه المسألة واعتماد وسائل تحفظ البيانات من أي اختراق. معك كارولينا، نطلع على هذه الوسائل وعلى تحركات المجتمع الدولي للحفاظ على خصوصية المعلومات. دائما نحرص على الحفاظ على أكبر قدر من الخصوصية، ولكن هل الوسائل متاحة لذلك؟ متاحة ولكن ربما ليست بالقدر الكافي مهند، لأنه أيضا المتاح أكثر هو طرق لاختراقها والحصول على هذه البيانات. على أي حال، 28 من يناير هو يوم حماية البيانات كما يسميه الأوروبيون، أو يوم خصوصية البيانات عند الأمريكيين. فما هو هذا اليوم وكيف نحمي البيانات، وما هي جهود المجتمع الدولي لحماية الخصوصية؟ هذا اليوم يهدف، والذي احتفل به لأول مرة عام 2007، يهدف إلى زيادة الوعي بقضايا الخصوصية وحماية البيانات بين المستهلكين والمنظمات والحكومات والمسؤولين الحكوميين، لا سيما في إطار الشبكات الاجتماعية. اليوم إذن هو تذكير بكيفية اختراق البيانات، وبالتالي كيفية حمايتها، والتي تعتمد توصيات الخبراء، ومنها عدم استخدام الحسابات الخاصة للدخول إلى خدمات المواقع أو التطبيقات أو الألعاب، كما ينصح بتجاهل للإعلانات وعدم استخدام وظيفة التسوق لمنع المنصات من جمع المعلومات، واللجوء إلى شبكة الفي بي ان، مما يصعب على أي جهة أخرى تتبع نشاط المستخدم على متصفح الويب. كما يجب عدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأجهزة المحمولة، بل التعامل معها عبر الكمبيوتر من خلال برنامج تصفح الإنترنت والخروج منها عند الانتهاء. كما ينصح بتعزيز كلمات المرور وعدم إهمال التحديثات، وعدم النقر على الروابط التي تصل عبر تطبيقات المحادثة أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو الأسماس، والتي تكون من مصادر مجهولة أو حتى من أصدقاء. وتتوقع مجلة فورتشن بزنس إنسايت أن يبلغ حجم سوق تحليلات البيانات الضخمة العالمية نحو 550 مليار دولار في عام 2028، فيما بلغ حجم السوق نحو 207 مليارات دولار في عام 2020، ونحو 231 مليار دولار في عام 2021. للحديث أكثر معنا من لندن الخبير في أمن المعلومات أحمد الشيخ. أهلا وسهلا بك أحمد معنا. يعني نظرة شاملة، كيف تقيم وضع الخصوصية بالنسبة لما هو متاح حاليا وبالنسبة للأفراد؟ لأن هناك العديد من التوصيات يعني تفرض على الأفراد شخصيا خطوات معينة لحماية بياناتها. هو أفضل ما نبدأ به الحديث هو النقطة التي أشرت إليها، وهي حجم سوق المعلومات في العالم. هو فعلا يصل إلى حوالي 230 مليار دولار كما ذكرتي، تحديدا 228 مليار دولار كما ذكرت شركة أبل اليوم في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات. أرادت أبل أن تقول أن هذه تجارة، أن هذه صناعة، ويعني مسألة معقدة يحكمها البيع والشراء. ولكن المشكلة في هذه التجارة أن المالك الحقيقي للبضاعة التي يتم بيعها في هذه السوق، المالك الحقيقي متضرر وليس طرفا، لا بائع، ليس بائعا ولا مشتريا. في عالم يعني تحليل وبيع البيانات، هناك شركات تبيع وشركات تشتري، ولكن هي بتبيع بياناتنا ومعلوماتنا لشركات أخرى. وبالتالي فإحنا الأصحاب الحقيقيين لهذه السلعة أو البضاعة نحن متضررون ولسنا طرفا في عملية البيع والشراء. المشكلة أن هذه العملية مستمرة وحجم السوق كبير جدا، وحتى عندما يتم فرض عقوبات على الشركات الكبرى، يعني مثلا فرنسا على سبيل المثال، كانت فرضت يعني عالية جدا تدفعها الشركات، ولكن هذا لا يستفيد كما تقول منه المستخدم. ولكن أود أن أشير إلى نقطة كنا نتحدث بها أنا وزميلي مهند تحت الهواء. اليوم يصلنا إعلانات حتى من دون أن نتصفح أو أن ندخل على محرك جوجل لكي يعني نطلع على لنقول غرض أو شيء نريد أن نتبضعها أونلاين حتى قبل الدخول فقط. هل هناك كلمات مفاتيح ربما لماركات عالمية؟ هل هناك شيء يعني يجعلنا نتلقى هذه الرسائل بعد ساعة أو ساعتين بالكثير؟
هو انا عاده يعني بتسال هذا السؤال في التدريبات وفي يعني كل ما بسافر بلد بتسال نفس السؤال. أكيد. يعني لدرجه ان في اخر مره في عمان حد بيسالني هما بيقروا افكارنا، يعني ازاي بكون بفكر في حاجه والاقي الحاجه اللي انا بفكر فيها وما اتكلمتش عنها بيظهر لي عليها اعلان. فلما اتكلمت مع الشخص بدأنا بقى نحلل ايه اللي حصل، يعني تركيبة النيوز فيد مثلا بتاع فيسبوك ازاي بيتركب النيوز فيد، هو مش بيقرأ افكارنا، لا هو بيقرأ يعني كم كبير جدا من المعلومات. خلينا نشوف مثلا جهاز التليفون اللي عندي، جهاز التليفون ده عليه تطبيق فيسبوك وعليه واتساب وعليه انستجرام مثلا، دول كلهم مجموعة واحدة بيتبادلوا المعلومات، وعليه تطبيقات كتير جدا، واحد بتاع سفر، واحد بتاع رياضة، واحد بتاع تعليم، فالتطبيقات دي كلها بتراقب بعضها. يعني أنا مثلا لما باجي أسافر باجي رايح المطار بفتح التطبيق بتاع شركة التاكسي فهو بيطلع لي فورا الترمينال اللي أنا رايحه من غير بكون انا قلت له انا رايح فين، فهو بيطلع لي فورا. ليه؟ لانه هو بيقروا، هم بيقروا بعض، التطبيقات بتقرا بعضها، وبالتالي فهو مش بيقرا افكارنا، لا هو بيحلل كل النشاط بتاعي سواء طيب. على الانترنت او خارج الانترنت. هذا مفهوم وهذا نعرفه كمان. طبعا هذا مفهوم ونعرفه، ربما يكون مفيد في حالات معينه، ولكن فعليا هل يمكن اليوم ان نثق بانه باي وسيله سنكون امام حفظ وحمايه لبياناتنا؟ لانه في امور يعني غير منطقيه انه لا تتصف صفح هذه الابليكيشن مثلا على التليفون انما عبر الكمبيوتر، وحياتنا سريعه وكل شيء سريع وسنتظل يعني معلقين بهذا الهاتف، وبالتالي كيف يمكن للمؤسسات، كيف يمكن للحكومات ان تحمي المستخدمين؟ هو طبعا مش هينفع، يعني في ناس بتجيب تليفونات قديمه وناس عايزه يعني تستخدم اجهزه قديمه مثلا بتستخدم الكمبيوتر زي ما ذكرتي بدل من الاجهزه المحموله. طبعا ده الناس دي عايزه تركب يعني آلة الزمن وترجع الى الوراء، وده مش ممكن يحصل. هو اللي احنا لازم نستوعبه ان هذه الشبكات الاجتماعيه هي ليست جمعيات خيريه، وبالتالي لما بتطلع لنا معلومات او بتطلع لنا اخبار او اعلانات فهي مش قصدها ان هي تساعدنا، لا. يعني مثلا لو ننظر الى نموذج 2016 كان ايه اللي بيحصل للناخب الامريكي؟ كان بيفتح فيسبوك يلاقي اصدقائه، مش بيلاقي اعلانات، لا بيلاقي البوستس بتاعه اصدقائه بتشكر فيه دونالد ترامب وتنتقد هيلاري كلينتون، وفي المقابل لو له اصدقاء اخرين بيحبوا هيلاري كلينتون فيسبوك كان بيحجب هذه البوستس عنده ويحجبها عنه، وبالتالي ففيسبوك بيتحكم في المعلومات التي تصلنا ليس فقط في الاعلانات. المساله مش ليست بهذه البساطه. يعني في الولايات المتحدة وكان هناك محاكمة والعديد من التحقيقات جرت حول هذه النقطة، ولكن هل برأيك سنكون أمام خطوات جدية ربما لحماية المستهلكين بعيدا عن الغرامات التي تفرض على الشركات الكبرى؟ فين في أي عالم؟ لأن يعني كل مكان في العالم دلوقتي له طريقة. صحيح، ولكن إذا ما أخذنا على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي، يعني هل سنكون أمام سياسة معينة لحماية المستخدمين أو تفرض على الشركات يعني التزامات معينة؟ تابعنا قبل يومين أو ثلاثة جوجل تريد أن تفرض خصوصية جديدة لحماية البيانات، وهناك شركات للإعلانات تقوم بيعني ممارسة ضغوط على جوجل لعدم القيام بهذه الخطوة. يعني الأمور متشابكة بين إعلانات وبين شركات وبين منصات تواصل، أين المستخدم في كل هذه الغيوم؟ هو طبعا المشكلة هي ليست دائما مسؤولية المستهلك، هي مسؤولية الدول. يعني أنا دلوقتي عايش في بريطانيا، من حقي أن أنا أستخدم فيسبوك، ومش من حق حد مثلا أنه يقول لي لو أنت هتستخدم فيسبوك لازم تسمع كلام فيسبوك أو تسمع كلام واتساب، ده كلام مش منطقي ومش قانوني. يعني مسؤولية الدول هي حماية المستهلك من الأباطرة الإنترنت، وده اللي بيحصل. يعني مثلا القيود التي تفرضها الدول زي فرنسا مثلا لما فرضت عقوبات، لما روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة تفرض عقوبات على هذه الشركات. ليه؟ علشان تحمي المستهلك، لأن مسؤولية هذه الدول هي حماية المستهلك، رقم واحد حماية معلوماته من التلصص، رقم اثنين حمايته من استغلال هذه المعلومات لأن في قوانين لحماية المعلومات، رقم ثلاثة هو حمايته من المنافسات من الممارسات الاحتكارية. وبالتالي فالمستخدم من حقه أن يستخدم الإنترنت بحرية، وواجب على هذه الشركات أن تمتثل للقوانين، ولكن الواجب الأهم والأبرز هو على الحكومات والمنظمات المسؤولة عن حماية المستهلك هي التي ترضع هذه الشركات. نعم، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من لندن، الخبير في أمن المعلومات أحمد الشيخ، شكرا جزيلا.